حنا جينا اليوم كنستعدوا للاقصائيات ديال المنتخبات الجهويه، وبهذا المنبر كنزيد الشكر للسي حكيم اللي ديما تيعاوننا وديما تيوقف معنا وديما تيساندنا. مستوى جيد لحقاش لاعبينات محترفات وعندهم خبره وتجربه، هي هما ما حلفهمش الحظ لحقاش حنا اللي تنعرفوا ان كره القدم النسويه ديما تتعتمد على جانب. كاينين بنات تبارك الله في مختلف الفرق الجهويه لعصبه الغرب يعني في مستوى، وحنا الحمد لله راكم شفتوا كل شيء بعينيكم، يعني بنات كاين في مستوى، وان شاء الله نتمنى ان كرة القدم النسوية تزيد القدام. هذه البادرة الطيبة اللي تقدم بها أستاذ دومو رئيس عصبة الغرب اللي كيحاول أنه يزيد بالفوتسال القدام. حنا اليوم جينا وشاركنا صراحة أجواء جد رائعة فهاد المعسكر هذا، وان شاء الله يكون من هنا القدام يكون الاجواء اكثر ويكون احسن وحسن ان شاء الله من هنا القدام. صراحه كاينين دريات في المستوى وقدموا مستوى مزيان، ومازال ان شاء الله مع المدرب والطاقم التقني مازال نقدموا ان شاء الله مستوى ونكونوا ان شاء الله نشرفوا العصبه ديال الغرب احسن تشريف ان شاء الله. كنشكروا رئيس العصبه الغرب السي حكيم على هذه المبادره ديالو، وما كناش نطوروا كره القدم النسويه داخل القاعه وخارج القاعه، والشكر للطاقم التقني والمدرب. بنات في المستوى ومازال نقدموا المزيد مع السي المدرب والطاقم ديال الفريق. كنشكروا السيد حكيم دومو رئيس عصبه الغرب وايضا كل الطاقم التقني ديالو كل المدربين على هذه الالتفاته الجميله اللي قاموا بها بمدينه الخنيطره. بغيت نقول لكم من هذا المنبر ان تبارك الله البنات كانوا في المستوى، وان شاء الله كنتمنى انهم يكملوا ويزيدوا يعطيو باش نشوفهم في المنتخب ولما لا نشوفهم في دول اوروبيه او دول عربيه ككل. وشكرا لكل الاداره التقنيه ولكل المدربين، تحياتي مني لكم. تنشكر اول حاجه الانيسياتيف اللي دارتها عصبه الغرب في اسم ديالها السيد حكيم دومو، انيسياتيف رائعه اننا فكرات انها تعطي واحد لافارور للكره النسويه داخل القاعات. وكنشكر التغطيه ديال قناه الفجر اللي متبعه كل صغيره وكبيره في مدينه القنيطره من الجانب الرياضي. وتنشكر المدير التقني ديال عصبة الغرب كرة القدم في الاسم ديالو عبد الهادي، وتنشكر المدرب نجيب عبد الغفور اللي عطاني الثقه وعطاني لا كونفيونس نكون معاه في الستاف. هذه البادره اللي دارتها عصبه الغرب واحد البادره رائعه انها تعطي قيمه لا فام بوغ ايفولوي او نيفو ديال الفوتبول فيمينين دون لا سال، و سي اون انيسياتيف اللي غادي تخلي بزاف ديال العصب اخرين يديروا نفس الشيء. وان شاء الله الفكره العامه هي تكوين واحد البطوله في كره القدم النسويه داخل القاعه. حنا تنشكروا دائما الفجر اللي حاضره معنا دائما لا في البطوله ولا في اي تربصات اللي تنديروهم. الحمد لله كما شفتوا هذا المولد الجديد هذا ديال الفوتسال ديال المنتخبات، لان اول عصبه الغرب اللي كدير تربص المنتخب العصبه لان هي السباقه. وكما شفتوا كنشكروا السي حكيم دومو اللي دائما على التوفيرات ديالو وعلى دائما التربصات، اي تربص يكون دائما تعطينا لي اوكي. وكنشكروا السي عبد الهادي زيتون اللي المدير التقني المسؤول على الفوتسال، والسي هشام الدقيق اللي حتى هو دائما حاضر معنا في اي تظاهره اي منتخبات اللي دائما تعطي لي اوكي دائما معنا. وكما شفتوا هذا المنتخب هذا اللي شفنا البنيتات من العصاب كاملين من الغرب اللي غادي يكون ان شاء الله غادي يلعب جوج ماتشات اميكال ضد عصاب الشرق وعصبه الشمال، ونتمنوا من الله ان شاء الله هذا المولود هذا يعطي الكلمه ديالو الفوتسال وتكون بطوله وطنيه، اللي ان شاء الله حتى البنيتات نعاودوا يكون التكوين وتكون بطوله كتشرف بطوله وطنيه، اللي ان شاء الله غادي تكون مسيره قويه لهذا المنتخب النسوي.